كابتن سامي، يعني استاذ بيومي هو مثل لكل مشجع اهلاوي، بيشكركم على كل شيء، بيشكركم على كل حاجه، تعبكم، اخلاصكم، كل حاجه. يمكن في حاجات انا عارفها لكن ما ينفعش نطلع نتكلم فيها طبعا، لكن في النهايه هذا التعب اعتقد ان هو تم يعني وضعه، او تم الوصول الى افضل ما يكون الحمد لله بفوزنا بهذه البطوله. طبعا بشكره، طبعا راجل محب طبعا للنادي وداعم للنادي، ويمكن قال كلمه مهمه جدا، يعني لا قدر الله حتى لو كان حصل فيه اخفاق انا كنت هكبر حقيقي. اكبر داعم يعني، وده باع بين جمهور النادي الاهلي يعني. بشكره بصفته طبعا واحد من محبين النادي ومدافعين عنه، اتمنى ان شاء الله نقدر نساعده ونسعد كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله الفتره اللي جايه. طيب كابتن سامي، الحقيقة في ظل الأجواء اللي حصلت وفي ظل هذه المباراة الصعبة جدا، حصلت أمور كثيرة جدا، لكن في النهاية استطاع النادي الأهلي أن يفوز بهذه البطولة. أصعب وقت في هذه المباراة من وجهة نظرك في 90 دقيقة، هو طبعا لحظة إحراز الهدف يعني اللي دخل فينا؟ اللي داخل فينا طبعا، يعني كان طبعا صعبة جدا. احنا كنا برضو حابين ان المباراة تطول، لان كل ده هيمثل ضغط عليهم، الشوط الثاني هيبقى عندهم اندفاع اكتر، نستغل احنا برضو السيناريو اللي احنا كنا عاملين تاني، اللي احنا يبقى عندنا سرعات نقدر نستغلها في الشوط الثاني في كونتر اتاك نقدر نسجل ونحسم المباراة. لكن طبعا يمكن الراجل حظه برضو، الكرات الثابتة حل من حلولهم بيعملوها بشكل كويس، شكل مميز سواء الكورنر او الكور الثابته يعني. لكن طبيعي انت عارف الاخطاء دي بتبقى وارده جدا في الماتشات اللي زي دي يعني. دخل الحمد لله برضو ده كان دافع كويس لينا وتركيز اكتر لينا، ان احنا نركز اكتر ويبقى عندنا دوافع اكتر، وان احنا نصمم ان احنا نرجع للمباراه تاني. يمكن حتى بعد الجون كان عندنا فرصتين ثلاثه نقدر نحسمهم بشكل كويس، لكن الحمد لله طبعا مباراه كبيره ومباراه مهمه. يمكن صعوبتها يا كابتن اسلام ان يعني صعب جدا علينا كجهاز وعلى منظومه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي وكبرياء النادي الاهلي ان فرقه تاخد منك بطوله مرتين، فكانت هتبقى حاجه قاسيه جدا علينا، خصوصا ان البطوله الاولانيه حضرتك عارف طبعا الظروف الظروف اللي حصلت صح والانفير اللي حصل فيها يعني. فاعتقد ان ربنا كافئنا عن اخلاصنا السنه اللي فاتت واخلاصنا السنه دي الحمد لله، وان احنا نقدر نسعد الجمهور دوت ونقدر نخلي مكانه النادي الاهلي دايما بعيده وكثيره زي ما هي موجوده من اول ما اتبنى من اول ما انشا النادي الاهلي. كابتن سامي، من الحاجات اللي انا شفتها امبارح برضو، انا اول مره او من المرات القليله جدا جدا النادره يعني ان انا اشوف كولر متعصب امبارح في اللقطه بتاعه مملكه سيمبا اللي هو وقف فيها الكوره واحنا كنا رايحين نجيب فيها جون. شفت اللعبه دي ازاي الاول، والعصبيه او النرفزه اللي كان فيها كولر ساعتها؟ بص يا كابتن اسلام، انت شايل مسؤوليه نادي كبير جدا طبعا، الراجل دايما بيتكلم على النقطه دي كتير جدا، النادي الاهلي نادي كبير وبطولات كبيره وهو عاوز يعمل تاريخ كبير في النادي الاهلي. يمكن نسمع على الاساطير اللي كانت موجوده والاجيال الكبيره اللي كانت موجوده وحققت نجاحات كبيره، نجوم اللي مع حضرتك دلوقتي من افضل النجوم اللي جت في تاريخ النادي الاهلي صحيح، على المستوى الفني ومستوى التدريب ومستوى الاداري. فطبعا كان حاجه كبيره جدا ان انت تتحمل المسؤوليه دي. فدايما الراجل متحمس ان هو يجيب بطولات ويعمل حاجه كويسه وللنادي ولجماهيره، فكان هي ديت يمكن هي دي مش شخصيته. وانت عارف توسفين دايما برضو يعني شخصيته مش عصبيه قوي يعني، ما فيهاش عصبيه قوي، لكن هو كان اتعود طبعا، انت عارف اللي بيعيش في النادي الاهلي بيتعود بصفاته وشخصياته وشخصيه النادي الاهلي يعني. الحاجه الثانيه بقى ان الحكم نفسه، يمكن احنا كنا اتكلمنا في النقطه ديت انا وكابتن سيد، انت عارف يعني الحمد لله بقى لنا برضه فتره كبيره الحمد لله بنلعب في البطولات الافريقيه بشكل كبير يعني، فبننقله طبيعي الحاجات اللي احنا مررنا بيها دي، ان طبيعي ان هتلاقي ممكن في اخطاء من الحكام ممكن تكون مقصوده مش مقصوده الله اعلم، هتلاقي الحاجات برضو اللي كانت احنا مركزين فيها ان احنا كنا عارفين ان احنا لو الوداد جاب جون مش هتلاقي كور، مش هتقدر صح تلعب فترات كبيره جدا، هتلاقي ناس كتيره بتقع، هتلاقي ناس كتيره بتعترض مع الحكم، هيوقف في المباراه كتير عشان يقلل من حماسك. تخيل انتوا خدتوا 6 كور خليتوهم معاكم او 7 كور. احنا كان معانا على الدكه فعلا كده. الحمد لله كنا بنشتغل برضو على التفاصيل الصغيره ديت، يمكن ناس كتيره طبعا ما بتبقاش عارفاها، لكن احنا بنحاول نساعد اللعيبه ونساعد الجهاز
اللي معانا يعني اللي احنا اللي هو حقق له كل اسباب النجاح يعني عشان يقدر ينجح يعني. الحمد لله اللي ربنا كرمنا وكرم النادي وكرم الفرقه بالشكل دوت والاداء دوت وشوف تاني واللي انت تاني بشكل كويس. اعتقد الحمد لله بطوله غاليه جدا لينا ولجمهورنا وان شاء الله مزيد من البطوله. كابتن، امبارح برضو في المباراه عوده محمد الشناوي كحارس مرمى مصر الاول طبيعيه جدا، ولكن يعني الناس شافت ان ليه مصطفى شوبير كان بره الفرقه خالص، يعني كيفيه الاختيار بتبقى ازاي؟ مش عايزه يعني مش عايزه اتكلم على ناس بعينها، ولكن كيفيه الاختيار واداره المباراه بتبقى ازاي من وجهه نظر الراجل طبعا. ايوه من وجهه نظر الراجل ده هو صاحب الحق الوحيد اللي هو يقرر مين اللي يلعب ومين اللي يخيط ومين اللي بره يعني يسال عليه. هو طبعا هو صاحب التفكير الاول والاخير بناء على ايه؟ بناء على حاجات كتيره جدا، بناء على تمرين، بناء على خبرات، بناء على رؤيه هو شايفها. يمكن ما كان ناس كتيره جدا بتشكك مثلا في مصطفى العكس بقى كان بيحصل في المباراة الأولى، مظبوط. المباراه الاولى طبعا النهارده ان انت تدي الثقه لمصطفى شبير في مباراه نهائيه زي دي حاجه تحسب للراجل. فلما طبعا يقرر بقى قرار تاني ما يبقاش التقييم مختلف، بقى صحيح تقييم واحد. النهارده الشناوي ما فيش من مدير فني عنده الشناوي سليم 100% وما يقدرش يلعب. صحيح حاجه لوجيك، حاجه طبيعيه جدا يعني. حاجه تانية الراجل فكر ان علي عنده خبرات وراجل كان برضو عدم وجوده الماتش اللي فات عشان كان مصاب، شايف من وجهه نظره حاجه معينه هو علي يكون موجود او تحترم. بس فهو صاحب الحق وصاحب الاختيار اللي هو يقرر مين يبقى موجود. لكن ان انت كلاعب وانت حضرتك عارف يا كابتن اسلام ان انت اللي ليك ان انت تعمل عليه، تتمرن وتشتغل وتعمل عليه، والراجل هو اللي يقرر. عشان لما تبقى تاخد فرصه في اي وقت من اوقات المباراه او اوقات السنه في اي وقت من المباراه تقدر تشارك، تقدر تبقى تأدي اداء مميز. النهارده مصطفى شبيره عدى مرحله كبيره جدا 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 حقيقي يعني. النهارده حقيقي. الناس بقت تثق فيه، النهارده الناس بتقارنه بالشناوي وبعالي، لا حاجه تحصل وكفايه يا كابتن سامي برضو، ما دي تحسب للنادي الاهلي يا كابتن ماهر يا كابتن شريف، صح. برضو تحسب للنادي الاهلي ان الشناوي يشيل الميداليه بتاعته ويديها طبعا لمصطفى. اعتقد دي يا كابتن سامي يا كابتن دي خصله حاجه من خصال النادي الاهلي. طبعا يا كابتن اسلام انت يعني انت معاك اثنين من نجوم يعني تاريخ النادي الاهلي كله صحيح موجود معاك، هما اللي علمونا ازاي نحترم بعض وازاي نقدر بعض وازاي صحيح في انقاذ الذات وفي حاجات دي. عشان كده هو النادي الاهلي، هو النادي الاهلي مختلف ليه؟ عشان كده الاجيال بتوصل للاجيال الثانيه. انت لما بتشوف، انا ما بشوف كابتن ماهر واستفاد منه من خبراته، كابتن شريف استفاد منه من خبراته من كلامه. انا اوقات كتيره جدا بقعد اتفرج عليهم وبشوف قد ايه بيتكلموا على الفرقه ويبقوا دعم لينا، ببقى مبسوط جدا وبقى يعني حاسس ان انا طاير من الفرحه يعني. النجوم الكبار دي هم اللي بيدعمونا وهم اللي واقفين في ظهرنا، فهو ده النادي الاهلي وده عادنا دايما النادي الاهلي يعني. طيب اخيرا يا كابتن سامي برضو في النواحي الفنيه شويه، امبارح التغييرات، احنا دايما بقى الراجل بيبقى او مستر كولر بيبقى عنده فكر معين، هو بيغير بعد الدقيقه 70 غالبا يعني في كل المباريات. امبارح بدأ بدري، هل دي مفاجاه؟ هل دي فكر جديد؟ مش عارف يعني، ايه رايك؟ بص يا كابتن اسلام، طبعا حضرتك متابع لكل الدوريات اللي موجوده في العالم، صحيح حتى في بطوله اوروبا الاخيره. شوف النهارده ريال مدريد بيلعب مانشستر سيتي، النهارده الراجل ما بيغيرش، جوارديولا ما بيغيرش، الماتش الثاني بيغير في الدقيقه 86 87. ففلسفه التغيير نفسها دي مرتبطه بحاجات كثيره جدا، اولا بشخصيه المدرب، بظروف المباراه نفسها، بمدى ثقته باللعيبه اللي موجوده. ايوه في اوقات كتيره جدا انت كمدرب يا كابتن انت بتبقى مثلا عاوز تغير مثلا مهاجم، لكن انت احساسك من جوه الراجل ده هيجيب، فخلاص لازم هتستمر. اوقات كتيره حتى لو وحش خلي بالك. حتى لو وحش، حتى لو وحش، ودي حصلت كتيره جدا معانا السنه دي، حصلت كتير جدا في ماتشات كتيره جدا، لكن الراجل غير في كل اوقات، او اوقات كتيره كده الراجل غير بروشتين، مروان عطيه، برونو سافيو، قفشه، وبعد كده غير في بدايه الشوط التاني قبل كده اوقات كتيره جدا يعني. النهارده انت بتلعب مباراه نهائيه، خلاص مش مستحمله ان انت هتصبر كتير، مهم جدا ان انت خلاص لو لعيب مش موفق، خلاص لو لعيب ما اداش اللي انت عاوزه هتغيره، وده الحمد لله اللي الراجل بيشتغل عليه وبيعمله. فمش موضوع ان انا بغير في دقيقه 70 او دقيقه 80، لا لا، كل مباراه وكل مباراه ليها ظروفها وليها فلسفتها ولها لعبتها، فدي حاجه طبيعيه. انا شايف ان دي حاجه طبيعيه وحاجه يعني المدير الفني هو صاحب القرار الاول والاخير، لان هو اللي بيتحاسب او هو اكتر واحد بيتحاسب يعني في بيتحاسب. النادي هو الاهلي مفيش مدير فني عاوز يخسر نفسه بالظبط يعني، كده. هو ما بيعملش كده عشان يعني يبان ان انا راجل، لا بالعكس. لا هو انا انا شايف بسأل الاسئله دي تحديدا ولو ليه؟ كل الناس برضو يا كابتن اسلام، لو اتفضل. كل الناس
فكرت صح يعني، فكرت زي ما الراجل بيقول خلاص بقول الناس تشتغل مدربين، صحيح انما هو ليه مدرب؟ هو ليه مدرب؟ عشان هو شايف حاجه او عنده قدرات او عنده حاجات معينه مش موجوده في الناس كلها. انت بتشوف المباراه من وجهه نظرك انت، ايوه ممكن تبقى وجهه نظرك دي مشابهه لكذا واحد، انما مش هي دي الاساس، مش صحيح. دي الاساس. لا انا بسأل الاسئله دي تحديدا لانها طبعا حضرتك عارف من اه امبارح طبعا للنهارده ناس كتيره بتتكلم فيها، اه طبعا فعشان كده الاجابات بتبقى واضحه لا ان لا ده طبعا حق اصيل من وجهه نظر المدير الفني، يختار من يريد ان يبدأ به المباراه ويختار من يريد ان يغيره، هو ده في الاخر معنى الكلام اللي اه احنا طبعا بنقوله. اخيرا يا كابتن سامي، يعني اذا كنت تريد ان تقول شيء لجمهور النادي الاهلي من خلال قناتك، قناه النادي الاهلي. اولا انا يعني اكتر حاجه يعني ساعدانا اللي احنا بنقدر نسعد بهم النادي الاهلي ده، حاجه كبيره جدا 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 لكل المنظومه، منظومه النادي الاهلي دي كلها من اول مجلس الاداره لحد العمال الموجودين عندنا، هو هدفهم الاول والاخير هو يساعد جمهور النادي الاهلي. حقيقي عارفين ان النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي بيحب كل حاجه اللي هو يبقى رقم واحد، هو ده اللي بيحركنا، هو ده اللي بيدينا دوافع اللي احنا عاوزين نساعدهم بيحركنا، لان كل واحد دايما بيختار الحاجه اللي شبهه يعني. فجمهور النادي الاهلي عشان جمهور دايما مميز وجمهور دايما عاوز رقم واحد، احنا دايما بنسعى برضو اللي احنا نبقى كده، عايزين نساعدهم، عاوزين نجيب بطولات كتيره، عاوزين نعمل تاريخ كبير نكمل بيه الاجيال اللي قبل كده سبقونا واللي ضافوا حاجات كتيره للنادي الاهلي. فاتمنى ان احنا نكون ساعدناهم، وان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله نزيد من البطولات، ان شاء الله نقدر نحققها لهم ونساعدهم اكتر واكتر بكتير. اجازه قد ايه يا كابتن سامي؟ عندنا 6 ايام. طب ده حلو قوي، ده يعني ده تبوسوا ايديكم وش وظهر. الحمد لله رضا، انت عارف ست اه ايام يعني حاجه كبيره جدا. بقالكم 6 سنين ما خدتوش خالص 6 ساعات حتى، كويس ست برضه، ايام تعالوا طب بجد. كويس ان انت قلت لي الموضوع ده برضه، عشان في نقطه يعني معلش اسمح لي اتفضل ان انا طبعا. لا اوضح فيها. طبعا اتفضل. يمكن في ناس كتيره جدا انتقدت مجلس اداره وانتقدتنا السنه اللي فاتت اللي احنا ادينا راحه للعيبه قبل نهايه الموسم يعني، في بالعكس. اه لكن اتفضل. انا عاوز اقول لك ان دي من الحاجات اللي ادت للعيبه اريحيه كويسه جدا جدا، لان اللعيبه دي قعدت فتره كبيره جدا مفيش اجازات صح يعني، انت وانت عارف الشعور ده كابتن اسلام، وطبعا كابتن شريف وكابتن ماهر عارفين يعني ايه لعيب محروم صح اللي هو ياخد اجازه اه او اللي هو يخرج مع اولاده او مع اهله ويتبسط والكلام ده. تغيير النفسية فقط يا كابتن، مجرد بالظبط تغيير يعني النفسية. بيجي عليك فالقرار وقت ده ما بتبقاش اه قادر تبص للملعب ولا خالص تبص للكرة نفسها. خالص أنا اه صح، حاجه غريبه بقالهم صح بقالهم 3 سنين يا سامي، 3 سنين صح يا كابتن صح يا ما كابتن ماهر ريحوش يا عيني بصراحة. فكان قرار انا شايفه من القرارات يعني المؤثره جدا 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 لنجاحات السنه دي. حقيقي اللعيبه خدت راحه كويسه، اللعيبه رجعت اول مره تعمل فتره استعداد بشكل كويس. الحمد لله برضو معدلات الاصابات عندنا الحمد لله قل، لان برضو انت ما بتعملش برضو المسافات كبيره بين المباريات. يا كابتن اسلام كان يعني الاول انت بتلعب عدد كبير جدا من المباريات، عدد كبير جدا من المباريات ايوه مع في ظل اللي انت ما بتاخدش اجازات، فكانت بتبقى صعبه جدا الروتيشن الراجل بدا يعمله، الدوافع بتاعت اللعيبه الصغيره اللي عايزه تخش وتشارك. فالحمد لله انا شايفه من القرارات المساريه اللي اثرت في مسارنا السنه دي يعني، هو القرار ده. تستحق كل التحية وكل التقدير، أنا بشكرك جدا جدا كابتن جدا، اسلام وألف ألف مبروك يا كابتن سامي، شكرا لك ودورك الواضح والمؤثر الحقيقة، دوركم كلكم الحقيقة مع بعض والجماعية اللي في الأداء اللي بنشوفها الحقيقة، ده سببها الرئيسي الحقيقة الجماعية في الأداء في الجهاز الفني. أنا بشكرك جدا يا كابتن سامي، كل التحية وكل التقدير لحضرتك، وألف ألف مبروك.